كان في تكريم مهم جدا، الوفد بيكرم النادي الاهلي ونقدر نستعرض، كان لقطه مهمه. طبعا النادي الاهلي يا جماعه مفخره لاي حد مصري، النادي الاهلي نجاحاته وانجازاته في الفتره اللي فاتت بتخلي الجميع حريص على ان هو يضعه في موضع التكريم وموضع الحفاوه. بنشوف الباشمهندس خالد مرتجي مع رموز الوفد متواجدين، والنادي الاهلي كمؤسسه هنا. انت الفكره المستشار بهاء ابو شقه طبعا اللي متواجد بجانب المهندس خالد مرتجي. عايزين نقول حاجه مهمه، انت هنا مش بتكرم النادي الاهلي بس في لقطه او عشان بطوله، النادي الاهلي كمؤسسه هي تستحق التكريم من الجميع وتستحق الاشاده من الجميع يا اسامه. واللي شفناه الفترة اللي فاتت سواء على مستوى النجاحات على مستوى الإنشاءات أو النجاحات على مستوى كرة القدم على مستوى أعتقد على مستوى الدور الوطني للنادي الأهلي على مر التاريخ، وأعتقد ده شيء نفخر به كنادي أهلي ومنتمين للنادي الأهلي. فبالتالي كان تكريم مهم جدا من الوفد للنادي الأهلي، طبعا بنوقنه ونقدره ونتمنى دايما التكريمات تتوالى للنادي الأهلي والإنجازات تتوالى للنادي الأهلي إن شاء الله طبعا.